فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يقول: لماذا لا يشمل الاستثناء هنا نساء المؤمنين فيجوز لهن الزيارة؟ هو من حيث العموم يشمل، لكن أخرج هذا وخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فمنع النساء من زيارة القبور ولعن من تفعل ذلك، وقرن ذلك بمن يتخذ عليها المساجد والسرج. فزيارة النساء للقبور ممنوعة لهذا الحديث، ممنوعة لهذا الحديث. نعم، من أجازها ماذا يصنع بهذا الحديث؟ حديث قاسم للظهر، ما فيه مجال. نعم.